اتكلمنا في واحدة من الفيديوهات عن ان انت تحاول تبتدي البيزنس الخاص بيك باقل التكاليف الممكنة. المرة دي بقى هقول لكم باقل الجهد الممكن. ازاي؟ ان انت دلوقتي ما تحاولش تبني المدينة الفاضلة الخيالية اللي جوه دماغك، اللي انت متخيل ان انا عشان خاطر ابتدي الكورسات بتاعتي لازم ان انا رقم واحد يبقى معايا مناهج جاهزة، ويبقى معايا امتحان تحديد المستوى، ويبقى مشتري كذا جديد، ودافع اشتراكات زوم، ودافع كذا وكذا، واقعد اجمع تفاصيل كتيرة جدا جدا، وفي الغالب الموضوع بيقلش منك في الاول. فالحل هنا ان انت تحاول تعلن عن الكورس رقم واحد اللي انت عارف ان انت محترف فيه، وان انت هتعرف تدرسه، وانت خلاص هتدرس مثلا من خلال زوم او اي برنامج بديل، وهتعلن عن الكورس. تشوف والله في ناس جات لك، ساعتها هتبتدي تعمل امتحان تحديد المستوى. ايه ده يا ابله بسمه؟ يعني انا هعمل امتحان تحديد المستوى واختار المناهج بعد ما اعلن عن الكورس؟ هقول لك اه، احنا الاول بنتست هنشوف في عملاء جايه لنا ولا لا، لان انت ممكن يكون يعني سوري محدش عارفك خالص، انت عمرك ما نزلت فيديو على اليوتيوب، عمرك ما اعلنت عن نفسك، انت اول مرة اصلا تعمل صفحة على الفيسبوك ليك عموما يعني. فساعتها تيجي تقعد مثلا شهر مأجل الخطوة ان انت تعلن عن الكورسات الخاصة بيك، وتقعد تقول انا هعمل امتحان تحديد المستوى وهجيب المناهج وهروح اشتري المنهج ده، لا المنهج ده، وتقعد شهر اتنين تلاتة تقعد تظبط للخطوة دي، وبعد كده تعلن عن الكورس بتاعك، محدش يجيلك صدمة تقفل البيزنس من قبل حتى ما يفتح. فالاحسن هنا ان انت تبتدي تعلن الاول عن الكورسات، تشوف والله في ناس جايه لك، ساعتها تعمل ايه بقى؟ ده سمارت موف هنا ان انت تقول لهم اوكي انا هبتدي معاكم ولكن بعد اسبوعين او بعد 3 اسابيع، تقول لهم الراوند الجديده هتفتح يوم كذا. في خلال بقى الفتره دي تكون الناس حجزت معاك، شفت بيجي لك ريفينيو كام، تقوم ساعتها بقى محضر بسرعه كل الحاجات اللي انت محتاج تحضرها عشان الكورس ده يقوم بشكل بروفيشنال. فبالتالي يبقى انت كده ابتديت البيزنس الخاص بيك باقل التكاليف واقل مجهود.